السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم، سجل الذهب عيار 24811، البيع 1777، الشراء الذهب عيار 22 سجل 1660، البيع 1629، الشراء الذهب 21 سجل 1585 جنيه، البيع 1555 جنيه، الشراء الذهب عيار 18 1358، البيع 1332، الشراء الذهب عيار 14 سجل 1056، البيع 1036، الشراء الذهب عيار 12 سجل 905، البيع 888، الشراء الذهب عيار 9 سجل 679، البيع 666، الشراء. أما جنيه الذهب، سجل جنيه الذهب 12680، البيع 13825، الشراء. أونصة بالدولار الأمريكي، سجلت الأونصة 1810، البيع دولار طبعا 1809 دولار، الشراء. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ويعلم على علامة الكل عشان يوصلوا كل جديد، وشيروا الفيديوهات لو سمحتم عشان الناس تستفيد. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.